احترامي الشديد ليكم، انتوا فعلا بتقولوا كلام حقيقي. طب الحمد لله. بس انا من وجهة نظري ان احيانا كلمة نعم بتبقى اشد واقوى من كلمة لا. بمعنى ازاي؟ بمعنى ايه؟ يعني لا دي للاخر، يعني انتوا عمالين تقولوا ايه ان لازم تقولي لا، فده كله للاخر. لا مش لازم لكن تقولي لا، يعني لما يشعر الموقف فالحاجات اللي انت مش اللي انت بالظبط. طب لو النفس هي اللي محبوسه، لو انا محبوس بخوفي وبقلقي، ما هو لا هتخليك تنطلق. لا هقول نعم. هتقول نعم لايه؟ ليه؟ انا اتفرجت على فيلم حلو قوي يا هيتي. قولي عليه. يس مان بتاع جيم كاري. جيم كاري. اتعلمي قولي نعم لكل حاجه انت خايفه منها. هنا انك تجرب تقدم على الحاجات من غير ما تخاف. يعني انا مثلا بخاف ان انا اعمل مغامره، حبيس نفسي. حبيس نفسي هقول نعم، حبيس سجن الخوف. أيوة. بتاعي. بس دي فكرة تانية، ودي فكرة عظيمة وراقية جدا انك دي تبقى الفكرة اللي جوايا. لكن لا دي بتبقى غالبا للناس للآخر. بس انت عارف برضو يا سامح، الكلام ده ياخدنا في حتة تانية، ان انا لما اقول لا على الحاجات اللي انا مش قادره نفسيا اعملها، ده بيحرر روحي بشكل او باخر، زي بشكل تاني النعم. يعني النعم فيها تحرير للروح، النعم من الحاجات اللي مخوفاني فاعملها فبطل اخاف منها، واللا على الحاجات اللي